السلام عليكم متابعين ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ الصحه لاباس بخير، كنتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم غندير معكم شويه ديال المخنفر. جيت عند اختي قالت لك عند ليلى المخنفر يا لالا، دابا جيت انا عندنا هاتين عندي هنايا واحد المعلقه ديال الخميره. دابا اليوم الجو البارد، عندي شويه ديال الملحه وعندي هنايا معلقه ديال السكر. دابا غندير الماء دافي وكلشي سخون بزاف. هانتوما يا متابعين ديالي الزوينات اللي خطيتهم علينا، وكيجي بزاف تبارك الله. عندي هنا الفينو، غادي ندير تمن واحد كاس ونص ديال الفينو، وعندي هنا السميدة، السميدة شوية رقيقة ما غليظة بزاف. عندي هنا تمن ثلاثة الكيسان، المهم نص كيلو ديال السميدة، أنا ما غنديروش كاملة، غنخلي تمن كاس. هانتي غنخلط هاد هانتي نهز شوية الماء، عندي شوية الماء ديالي. هنا عندي واحد البيضة، هنتي دابا غنديرها في الخلاط، غادي نطحن هاد المقادير وغادي نرجع معاكم ان شاء الله. هنتي دابا غندير واحد الخمارة ديال الحلوة باش غادي نطحن مع هاد الخليط اللي باقي لي. الخليط ديالي الاخر هو طحنت هنايا، وهذا غادي نطحنو ان شاء الله. هانتوما دابا انا خلطت الخليط، ها هو هي، دابا نخليه يخمر وغادي يجي طيب نرجع معاكم ان شاء الله. هانتوما العجينه ديالي خمرت، ها هي المقيله ديالي اللي تسخن. هانتي هذا درت شويه ديال الزيت، نسينا دابا نخليه يطيب. هانتوما كيدير بحال البغرير، نخليها حتى تشرب مزيان وغادي نقلبها. هانتينا انا قلبتها صورة بيد واحد، قلبتها هاد الشركة معاكم. تبارك الله كيجي بزاف، كيجي محمر. هانتي هنا عاوتاني درت له شويه ديال الزيت، ودابا غنخوي عاود الخليط ديالي. هانتوما كيفاش جات، هانتينا كنخليها حتى تشرب مزيان. هانتينا انا قلبتها شحال مرات غزالة. ثم انا عاوتاني درت الثالثة، كيزوين مع يجي مع العسل ومع الزبدة، كيجي رائع تبارك الله، كيجي بزاف.
دابا نخليه يشف. خليه يشف شويه وغادي نقلبها. شويه نزيدو خلوها تحمر. حنا كنحمروه يا المتابعين ديالنا، كيعجبنا حميمر هكا كيجي زوين، كيجي حتى واحد المنظر. شوفوا قربكم الكاميرا، دير واحد الجيم جمجمو جمجمو ولا تخممو يا المتابعين. ها انتما لي باون، ها انتما لي باون قشرت مع لي باون اللي نقص اللي نقيتم اللي جنيناه شاركتم وشاركتم معكم في الفيديو ان شاء الله. ها هما تبارك الله غزالين ما شاء الله. درت الطاسه ودرت واحد الميك، شوف فني تبارك الله. هانت هو تحمر دابا، غادي نديروه هنا تبرد وكندير واحد القطيره ديال الزيت عند المقله باش كيجي تقرب حدايا البانيو. ورقة صغيرة ضرورة تنهز سوي الكبيدة ديالي. كنشارك معكم داكشي اللي كندير، ديري لي واحد الجيم وبارطاجيو الفيديو. الله يسهل عليكم، واحد كومونتير زوين. نتوما كنخلي تا كينشف عاد كنقلبو وكيتحمر، كيعطي واحد اللويل ذهبي زيون. كيجي رائع تبارك الله، هانتوما تبارك الله كيجي غزال. هانتوما ايه رأيكم يا حبايبي، كيفاش جاكم المخنفر ديالي؟ اختي تلفتني نقول لهم المخنطة. كي جاكم المخنفر ديالي انت، كي جاكم يا المتابعين ديالي الزوينين، ها انتم جزال تبارك الله. ها انت حمار جا هو هذاك تبارك الله فنيون. ها انتم يا الكبيده ديالي، انا ساليتو وكنتمنى تشاركوا لي في القناه ديالي وتفعلوا الجرس يدخلكم الجديد ديالي، يطلعكم الجديد. يلا نتمنى يعجبكم هذا الفيديو. هانتوما جا غزال تبارك الله ما شاء الله. ايوا يلا خليتكم على خير مع فيديو جديد ان شاء الله.